Gnome Talks. أهلا بكم متابعي غنو توكس. في هذه الحلقة سنتعرف على الطقم المكتبي كاليغرا مينكي دي. يتوفر هذا البرنامج أو هذا الطقم المكتبي على مجموعة من البرامج التي تهم الإنتاجية والعمل المكتبي اليومي. أولها هو برنامج وورد لكتابة ومعالجة النصوص وإنشاء الجداول بكل سهولة. البرنامج الثاني هو شيتس لإنشاء جداول البيانات مع المعادلات والمخططات، وستيج لإنشاء عروض تقديمية غنية بالعناصر والصور مرفقة بانتقالات ومؤثرات، كيكسي لإنشاء قواعد البيانات، وكاربون لتصميم الشعارات والرسم المتجهي فيكتور، وأخيرا بلان للتخطيط الفعال للمشاريع وتنظيم الوقت. سنتعرف بشكل موجز عن ثلاث أهم برامج وهي وورد وشيت وستيج. كما ذكرنا فوورد هو لمعالجة النصوص. عند فتح البرنامج ستأتيك هذه الواجهة، تضغط على Use this template. للكتابة من اليسار إلى اليمين ستجدها بشكل افتراضي، لكن للكتابة بالعربية من اليمين إلى اليسار ستأتي إلى Change Writing Direction ثم إلى Align Right، ويمكنك الكتابة الآن بالعربية. كما ذكرنا فالبرنامج يأتي بواجهة بسيطة وبأدوات سلسة لا تشتت انتباه المستخدم. لتغيير الخط في أن تختار الخط الذي يناسبك من هذه القائمة. من ستاندر يمكنك أن تختار مثلا Document Title العنوان، تختار الخط الذي يناسبك. هناك مجموعة من الأدوات الأخرى والخصائص التي يمتاز بها البرنامج. البرنامج الثاني وهو Sheets، وهو لإنشاء الجداول والجداول الحسابية. كما تشاهدون يمكن كتابة مثلا أرقام خاصة بمتجرك، مثلا مداخيل مثلا 500، والمصاريف مثلا 200. وهنا لتعرف الناتج يمكن أن تكتب تساوي ثم تنقر على الخانة الأولى ثم زائد ثم الخانة الثانية ثم زر الإدخال يعطيك الناتج. يكون الناتج بعدها بشكل تلقائي، يمكن سحب هذه القائمة هكذا، وأي مداخل أخرى ستكون بشكل أو الناتج يكون بشكل تلقائي دون الحاجة لتكرار العملية. وهكذا البرنامج الثالث وهو ستيج، وهو لإنشاء العروض التقديمية. بمجرد فتحه ستأتيك قوالب جاهزة تومبليت، يمكن أن تختار من بينها ما تشاء. ويمكن إنشاء صفحات جديدة والتحكم في البرنامج كما تشاء، والتحكم في الانتقالات وما إلى ذلك. Animation، وتختار مثلا World Effects، Round Head، مثلا Bar، أو ما تشاء من المؤثرات البصرية، وإنشاء عروض تقديمية بكل سهولة. كانت هذه نبذة عن طقم المكتبي كاليغرا مينكي دي. شكرا لكم وإلى اللقاء.